يعني لابد انه لاحظ انه السنوات، وانا قلت في بدايه الجزء الاول انه العراق خلال 30 عام المقبل يصنف من الدول الجافيه بسبب ايضا تاثيرات المناخ، راح يهدد امن القومي، يهدد امن الغذائي. لذلك على الحكومات القادمه ان يكون برنامج الغذاء والمياه ذو اولويه. يعني نتكلم عن رساله، نتمنى انه الفاعل السياسي ينتبه، نتمنى للي يدير ويرسم خطه مستقبل العراق. العراق لحد الان يتعامل بخطط على مجلس الاعمار من خمسينيات القرن السابق، لم ياتي اي جديد. بالعكس انا اقول هناك نمو وزياده بالموارد البشريه وتراجع بالانتاج الزراعي، تتكلم عن 40 مليون دونم صالح للزراعه، واليوم ما عندنا اكثر، نزلنا للمليون ونص، يعني في ظروف صعبه. نتكلم عن مياه، عن انهر وخزانات كانت هناك تدفع وتذهب حتى الى تحليه المياه في شط العرب، بل بالعكس الكل يتذكر كان هناك في ايام النظام السابق مد انبوب الى الاردن لايصال المياه العذبه. اذا هذا التراجع مع هذا النمو يحتاج لحقيقه اليوم وقفه ويحتاج مراجعه. نعم لدينا مثل ما تفضل دكتور عادل، هذا كله يرتبط بسوء الاداره، اما اذا تتحدث، انا افهم سؤالك استاذ عادل، المقومات موجوده. تتكلم اليوم عن موازنات انفجاريه للدول مجاور العراق ودول اقل من العراق، وصلت ابعد من ذلك وهي في موازنه لا تصل الى 10% من موازنه العراق. يعني حقيقه اليوم احنا نتكلم ومحدثين او مشخصين الخلل، يعني الخلل اللي نتكلم كله يرجع يربطنا بالجانب السياسي ويربطنا بمنظومة وآفة الفساد اللي ما قدروا، يعني ما قدروا الفاعلين السياسيين بالعراق فك شفرة وانتزاع آفة الفساد اللي أرمت بظلالها على كل مفاصل الحياة. بالمناسبة أنا لا أتكلم فقط عن الفساد المالي، هناك فساد أخطر، هناك فساد جهل ضرب هذه المنظومات بحيث أصبحنا دول متراجعة. عندما نتحدث عن منظومات ري هي ليست حديثة، بالعكس العراق بعام 70 استخدم منظومات ترشيد المياه، وكانت أول تجربة فيها الوزير الحالي دكتور عون في البصرة بالسبعينات بإنشاء محطة باستخدام تقنيات الرش. يعني احنا نتكلم اليوم حقيقة، وهذا التراجع اللي أصابنا مع نمو، يعني نتكلم نمو بالموارد، إذا الخلل واضح ومشخصينه. أما تقول لي أكو إمكانية، الإمكانية موجودة والمقومات موجودة، لكن تحتاج إلى إرادة وطنية حقيقة. هذا الواقع، هذا اللي يريد نتكلم به، تحتاج إلى إرادة وطنية في حل مشاكل العراق مع دول الجوار بحصص العراق المائية. نعم.